أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. روحي وأرواح العالمين لك الفداء. غريب يا مظلوم كربلاء،
يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قم جدد الحزن في العشرين من صفري ففيه رؤوس الآل ردت إلى الحفر. يا ساكني بقعة أطفالهم ذبحت فيها خذوا تربى كحلا إلى النظر إلى مصارع قتلاهن والحفر. رمين بالنفس من فوق النياق على تلك القبور بصوت هائل ذعر. فتلك تنادي حسين وهي لاطمة منها الخدود ودمع العين كالمطر. وتلك تنادي وجدا وابتا. وتلك تنادي ويتمى في الصغر. التي
اجتمعت فيها عدة صفات. أولاً حضور الإمام المعصوم، وهذا يعطيها قوة. ثانياً وجود جابر بن عبد الله الأنصاري مع صاحبه عطية العوفي. الأمر الثالث أن هذه الزيارة أيضاً عرفت بمرد الرؤوس، حيث ألحق الرؤوس مع الأبدان. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأمر الرابع أن العزاء عادة يقام في كل مدينة من مدن العراق، إلا في زيارة الأربعين فإن العزاء يقام في كربلاء. يعني هذا المتعارف من الناحية العرفية أن أهل كربلاء يقيمون العزاء أيام محرم، فتخرج المواكب من المحلات، يعني صوب باب الطاق، صوب باب الخان، حسب المحلات. لكن في أيام الأربعين أهل كربلاء بعد ما يطلعون عزاء، وإنما يتفرغون لخدمة الزائرين. فهذه الزيارة ميزتها هو هذه، أن أهل العراق الآن طبعاً صارت القضية أممية، بعد ما أخذ شيء اسمه أهل العراق، إذا بس من الكويت بحدود 60 إلى 70 ألف زائر وفدوا إلى العراق، فما بالك بالبحرين، فما بالك بالمنطقة الشرقية، فما بالك من أوروبا عموماً. فهذه المنطقة اليوم أخذت السمة أو الصفة العالمية أكثر مما هي تخص العراق وأهل العراق. القصد، فإذن هؤلاء كلهم يجتمعون ويقيمون العزاء في كربلاء. هذا فرد ميزة، هاي كلها فرد، تعطيها فرد ميزة لزيارة الأربعين. وجود الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، وجود جابر بن عبد الله الأنصاري، مرد الرؤوس، وهذه الصفات الأخرى التي ذكرناها. أنا أريد أقف عند نقطتين. النقطة الأولى هي وجود جابر بن عبد الله الأنصاري، والنقطة الثانية حول البعد الذي أخذته هذه الثورة أو هذه الواقعة. أما البحث الأول أعزائي، جابر بن عبد الله الأنصاري وجد يوم الأربعين. طبعاً هسه ليش الأربعين؟ تعرفون الأربعين حقيقة له فرد ميزة في القرآن. اليوم سويت فرد جلد بحدود 4 آيات في القرآن الكريم تتحدث عن الرقم 40. 3 من عندهم خصا موسى عليه السلام، وتعرفون موسى بالنتيجة النبي موسى هو فرد مشروع حقيقة السماوي إلهي في الأرض. القصد، فرقم 40 إلى فرد ميزة. هسه شنو هذا الميزة؟ الله أعلم، سر، أو قد يكون فرد نوع من التكامل، يعني كل شيء إلى فرد مرحلة للتكامل، ورقم 40 هو تكامل لبعض الأشياء. وأيضا هنالك روايات أحاديث كثيرة، تعرفون قضية 40 يعني فقط صاحب الذريعة، صاحب الذريعة رضوان الله عليه فقط لمدة 4 قرون، لاحظ جمع ما يقارب أو أكثر من 4 قرون، جمع ما يقارب 77 كتاب في 40. يعني 40 بس سواء كان في الروايات، في البحوث الفقهية، في أمور أخرى، بس هو هذا العنوان العام إلى 40. فالظاهر أن هذا 40 حقيقة فرد إلى فرد بحث، مو مجال الآن لأن هذا مو بحث. أقول ليش جابر وجد يوم 40 في كربلاء؟ أولا من هو جابر؟ حقيقة جابر مو فرد شخصية عابرة، ولا فرد شخصية هلامية في التاريخ أعزائي، ولا يعتبر مجرد صحابي من الصحابة أبد. جابر أولاً إلى فرد عمر طويل، هو تقريباً آخر الصحابة الذين توفوا، آخر الصحابة، يعني توفى وكان عمره 93 سنة، سنة 78 هجرية، 93 سنة. يعني جابر يوم وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة كان عمر جابر ذاك اليوم مو صغير، يعني شاب، لذلك شارك، يعني 18 19 إذا مو أكثر، لذلك شارك في أكثر غزوات
النبي صلى الله عليه وآله. أبو جابر يعني عبد الله الأنصاري، هذا الرجل من الذين شاركوا في بيعة العقبة. أعزائي تعرفون أن بيعة العقبة كانت حقيقة فرد مفصل في تاريخ المسلمين، بيعة العقبة، لأن الإسلام كان يضرب في مكة، النبي أصحابه كانوا يتعرضون إلى ضربات قاضية قاسية من الأعداء، فكانت حقيقة يثرب هي المتنفس للنبي صلى الله عليه وآله، هي الرئة اللي من عندها تنفس النبي ومن خلالها انطلق الإسلام. شلون كانت البدايات؟ هي العقبة الأولى، هو كم واحد من المسلمين اللي كانوا 12 واحد، هذول بعد ما سمعوا عن الإسلام آمنوا إجوا جلسوا مع النبي، هذول 12 واحد هاي في العقبة الأولى. لما رجعوا طلبوا من النبي واحد يعرفهم الإسلام، فبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصعب. زين، بعث مصعب، وهذا الشاب كان في مقتبل العمر، ذهب إلى المدينة وبدأ بالفعل، هذا الداعية بدأ ينشر الإسلام. فلما صارت بيعة العقبة الثانية جاءوا، يعني جلس مع النبي بحدود 72 واحد، 72 شخص من أهل يثرب، وياهم اثنين من النساء، واحدة من عندهم نسيبة المعروفة التي شاركت في رؤيته. فشلون صار هذا العدد؟ شلون كثر؟ المهم، هاي طبعا نتيجة جهود مو بحثنا الآن، بحثنا كلامنا هو هذا، أن أبو جابر ممن شارك في هذه العقبة، وهي كانت جدا مهمة، حضر فيها النبي ومعه عم العباس، وفي هذه الجلسة حددت ووضعت النقاط على الحروف، أنه أنا أسلمكم ابن أخي. زين، العباس تكلموا وياه، لكن مقابل شنو؟ فقالوا له احنا ندافع عنك كما ندافع عن اموالنا ونسائنا واهلنا. فاخذ من عندهم المواثيق، ثم بعد ذلك تحدث النبي وتحدث عن القران والاسلام. المهم، فهذا الوفد اللي هم 72 كانوا ضمن قافله جاءت من مكه للحج، اللي هم 500 نفر. فابو جابر اذا كان له الدور في صياغه هذا المؤتمر وهذه العقبة. فجابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه يتصف بعدة صفات. الصفة الأولى أنه عاصر النبي وشارك في غزواته، وعاصر الإمام أمير المؤمنين وشارك في حروبه. شوف الولاء، شارك وكان مع الإمام الحسن، ثم مع الحسين صلوات الله عليه، كان صاحب ولصيق بالإمام الحسين، لكن في أيام الحسين كان بعض ضرير ما يقدر يحارب، رجل كبير. وأيضا عاصر الإمام زين العابدين إلى زمان الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن وصل زمان الإمام الباقر. وتعرفون كلكم أنه حينما رأى الإمام الباقر سقط على يده ورجله، لكن الإمام الباقر جر رجليه، ما قبل يوقع على رجليه. المهم، فقال له أنا أحمل رسالة إلك، يقول لي الإمام الباقر، قال له أنا فرج يوم شفت الحسين في حجر النبي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يولد لولدي هذا الحسين ولد اسمه علي، ويولد لعلي الباقر. يا جابر إذا أدركته، يقول له إذا تدركه، إن أدركته، يقول له راح تشوفه يعني، إن أدركته فسلم لي عليه. فأوصل جابر سلام النبي إلى الإمام الباقر. أعزائي، خلال هذه المسيرة إحنا وين نريد نوصل؟ نريد أن نقول إن الذين شاركوا في كربلاء، يعني في زيارة الأربعين، جابر وعطية، أناس لم يكونوا عاديين، يعني مو فرد ناس قلت يقول من الصحابة أو ناس موالين، لا لا لا، جابر هذا تاريخه، يعني تاريخ طويل عريق في النضال والجهاد ومؤازرة الخط الموالي والصحيح المستقيم، النبي وبعد أهل البيت. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أعزائي، جابر بن عبد الله الأنصاري يعتبر من أصحاب المسانيد،
يعني فقط مسلم والبخاري رووا عنا أكثر من 455 رواية، وهذا مو قليل، عدد قليل يعني. لذلك كان يعتبر بالنسبة إلى المسلمين عامة ثقة في نقل الروايات ونقل الأحاديث، لذلك كانوا يأخذون عنه باعتباره ثقة. وهكذا رووا ونقلوا عن جابر رضوان الله عليه. إذن جابر حقيقة، هذا بالنسبة إلى جابر. أما بالنسبة إلى عطية العوفي، عطية كما يعرف في التاريخ هم المفرد شخصية عادية. إذا كان جابر من أصحاب المسانيد فعطية كان معروف بالقرآن، يعني كان عنده تفسير في القرآن من 5 مجلدات. عطية كان معروف بأنه عالم في القرآن، معلم للقرآن. سبب تسمية عطية، يقال إن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما كان في الكوفة، الإمام أمير المؤمنين ولد عطية، أبوه إجل إلى الإمام أمير المؤمنين قال له: يا أمير المؤمنين، أنا زوجتي ولدت وجابت ولد، فشنو أسمي؟ يريد يتبرك بالإمام أمير المؤمنين، فقال له إنه عطية الله، فسمي بعطية، عطية الله. وبالفعل هذا الرجل بالإضافة إلى أنه كان عالم بالقرآن وله تفسير، وكان معروف في الوسط الإسلامي بأنه شخصية لامعة علمية، مو إنسان عادي، مع ذلك كان معروف بشدة ولائه لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، حيث أن واحدة من الصور التي تنقل عنه أن الحجاج كان يتبع، لأنه هو كان شارك في منطقة ثانية، فدس خبر، شوف الحجاج دس خبر إلى الوالي أو الأمير في منطقة من بلدان المسلمين، قال له: إذا شفت عطية ألقي القبض عليه وأطلب منه البراءة من علي بن أبي طالب، فإن فعل فاتركه، وإن لم يفعل تضربه 400 صوت وتحلق لحيته وحواجبه وإلى آخره، كل شيء راسه، هذا فرد نوع من العقاب. وبالفعل ألقوا القبض عليه. جاب الأمير وقال له: أنا هاي رسالة الحجاج لي، إما أن تتبرأ من علي وإما أن تتعرض للعقاب. قال: أما البراءة من علي فلا أتبرأ. وبالفعل تعرض الرجل إلى أنظر ترى 400 صوت جدا، يعني عدد كبير، يعني الإنسان لو كان شوي جسمه ضعيف ينتهي يموت. إحنا ندري الحقيقة الجلد عادة يكون 80 100 جلدة، بس 400 كل شيء. وين فتعرض هذا الرجل إلى كل هذا الضرب، وبالإضافة إلى العقاب النفسي، حلقه لحيته وحواجبه والآخر، لكن مع ذلك لم يتبرأ من علي بن أبي طالب. أعزائي، هذه الشخصيات هم الذين جاءوا لزيارة الإمام الحسين صلوات الله عليه في يوم لا معين. فإحنا نريد نبين أن زيارة 40 حقيقة رافقت هذه الزيارة يعني عدة أمور. واحدة منها وجود جابر وبينا مكانة جابر، الثانية وجود عطية العوفي وبينا مكانة عطية العوفي، والنقطة الثالثة والمهمة هي وجود الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، وجود إمام معصوم، هذا أيضا يعطي لهذه الزيارة حقيقة فرد زخم وفرد قوة. هسه نجي إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية أعزائي، شوفوا جابر حينما يصف أو يزور الإمام الحسين بأبي وأمي ماذا يقول: أشهد أنك ابن خاتم النبيين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء، بعد حليل وابن حليف التقى وسليل الهدى وخامس أصحاب الكساء. أعزائي، قامت ثورات في التاريخ، والذين قاموا بهذه الثورات أيضا شخصيات مو عادية. يعني كمثال على ذلك، عبد الله بن الزبير هو يعتبر بالنسبة للجماعة هو ابن الزبير، الزبير من العشرة المبشرين بالجنة، الزبير من الذين من الشورى الستة، تلاحظ في قضية انتخاب عثمان اللي صار، الزبير بالنتيجة سيف من سيوف
الرسول صلى الله عليه وآله كما وصفه الإمام أمير المؤمنين، يعني بعد واقعة الجمل وقف على جسد الزبير وقال: سيف طالما جلى الكرب عن وجه رسول الله. بعد الزبير الذي كان من داخل مع أهل البيت يعني بني هاشم، هم من الناحية النسبية ومن هم من الناحية السببية، الزبير إذن إذا فرد مكانه بالمجتمع هسه بالأخير في قضية خروجه على الإمام هذا العاقبة. لكن الكلام احنا نحكي كشخصية الزبير ابنه عبد الله بن الزبير. طبعا تدرون عبد الله بن الزبير هو اللي حرف ابوه، يعني الامام امير المؤمنين يقول الزبير كان من عندنا اهل البيت الى ان ولد او شب ولده هذا عبد الله. وهذا عبد الله نعوذ بالله هذا كانه كبر على بغض والحقد على اهل البيت. لذلك طبعا الجمل هي تركت فرد اثر نفسي على العائلتين، يعني عائلتين، عائله يعني ال الزبير وال ابي طالب ظلت ابنائهم، ظلت هاي القضيه بالنتيجه واقعه الجمل الها فرد اثر نفسي والها فرد ارتداد نفسي. ما علينا، فعبد الله بن الزبير يقيم ثوره، عبد الله بن الزبير يقيم ثوره وفي أطهر بلد في مكة، يقيم ثورة في مكة ويقتل في الكعبة، لكن مع ذلك يموت الزبير عبد الله بن الزبير وينتهي ذكره يروح. لكن الحسين صلوات الله وسلامه عليه يبقى. ليش؟ لأن القضية أعزائي قابيل يقدم قربان، هابيل يقدم قربان، الاثنين قدموا قرابين، ماكو فرق يعني. في قضية القربان الاثنين قدموا قربان، لكن الله سبحانه وتعالى تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. ليش؟ الله سبحانه وتعالى لا يتقبل إلا من المتقين. هسه بالرغم أن عبد الله بن الزبير كان إلى مكانه في الوسط الاجتماعي، كان إلى مكانه في الوسط باعتبار هو ابن صحابي كبير وهو من كبار التابعين، لكن مع ذلك وأقام ثورة وين؟ في أطهر مكان في الكعبة وقتل هناك. مع ذلك الزبير ينتهي أثره، لكن الحسين صلوات الله وسلامه عليه في رمضاء صحراء كربلاء يقيم هذه الثورة، وتشوفون أنتم ارتدادها وآثارها إلى اليوم. أجيب في الصورة وأسألكم الدعاء. أعزائي، حينما يقول جابر رضوان الله عليه: أشهد أنك ابن خاتم النبيين، يعني هاي الصفات اللي يلبسها جابر للإمام الحسين أو يبين عن الإمام الحسين، طبعا هذا كلام المعصومين، لأن يعني جابر حقيقة فكرة وعقل عجن بماء الولاية، وهاي نتيجة الاحتكاك الكثير والالتصاق الكبير بالأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، يعطيه هذا الفكر، يعطيه هاي البصيرة. يعني هاي الكلمات اللي يقولها جابر هي نفس الكلمات اللي يقولها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في زيارة وارث لعب، ونفس الكلمات اللي يقولها الإمام العسكري في الزيارة المعروفة بالجامع، وهكذا تجد أن الأئمة حينما يزورون جابر رضوان الله عليه أخذ منهم فنفس الكلمات اللي يقولها جابر قالوها ويقولوها قالوها بعدين الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. فإذا جابر يعطي لقضية الحسين ولواقعة كربلاء هذا اللباس الديني. ليش؟ لأن الحسين صلوات الله وسلامه عليه تحركه بدايته، من بداية التحرك إلى نهاية التحرك، كانت لله سبحانه وتعالى. وحتى زينب حينما خرجت في ذلك الليل البهيم، خرجت بالليل لما حركت الجسد قليلا رفعت، شنو قالت؟ قالت: اللهم تقبل منا هذا القربان. فالحسين قربان لله. لذلك أعزائي تجيب هاي الصورة، إبراهيم عليه السلام وقف إبراهيم بعد أن بنى الكعبة، طلب الباري منه عز وجل أن يؤذن في الناس، أذن في الناس، قال: يا
لمن ادعو؟ هو بزوجتي وياي وابني، لمن اقول؟ ماكو احد حتى اخبره بالمجيء الى الكعبه والحج. قال عليك الاذان وعلينا البيان، اذن. القضيه لما تكون مرتبطه بالله سبحانه وتعالى، ولما يكون المشروع مشروع الهي. شوف الباري عز وجل شلون بعدين يبين ويوضح. فوقف ابراهيم، يقال صعد هو هذا الحجر، حجر ابراهيم، زين، او عفوا المقام ابراهيم هي هاي الصخره، كانت تصعد وتنزل مثل ما كان يريد ابراهيم للبناء يعني. فصعد بها الى وين؟ الى اعلى جبل ابي قبيس، اللي اذا شايفين من جهه ما تريدون تنطلقون من الصفا تريد تروح الى المروه، هاي على جهه اليمين اكو فرد باب، بس تطلع من عندها الان طبعا اكو بناء وقصر موجود. هو هذا المنطقه المرتفعه يسموه جبل ابي قبيس، هذا جبل ابي قبيس كل بيوت ال يعني بني هاشم كانت هنا موجوده، المهم هذا جبل ابي قبيس. فصعد الى اعلى جبل ابي قبيس وقام يصيح: ايها الناس هلموا الى الحج. على جهة اليمين: أيها الناس هلموا إلى الحج. على جهة الشمال: أيها الناس هلموا إلى الحج. إلى الخلف التفت: أيها الناس هلموا إلى الحج. ماكو أحد، زوجته وابنه، ماكو أحد، لكن هذا أمر إلهي، عليك الأذان وعلينا البيان. أيها الناس هلموا إلى الحج. الباري عز وجل، الباري عز وجل أوصل صوت إبراهيم إلى أصلاب الرجال وأرحام النساء. صدى صوت إبراهيم إلى اليوم يصدح. لذلك الحاج حينما يذهب إلى الكعبة المشرفة ومن يرد يلبس الإحرام شنو يقول؟ لبيك اللهم لبيك لبيك. هو صدى لذلك النداء، نداء ابراهيم عليه السلام: ايها الناس هلموا الى الحج. انت مولانا من تروح الى الحج والاخت من تروح الى الحج، شنو تقول؟ قل لبيك اللهم لبيك. هو هذا صدى ذلك الصوت، هاي قضيه الهيه. الحسين بابي وامي ورث من ابراهيم هو هذا: السلام عليك يا وارث ابراهيم خليل الله. الحسين وقف في يوم عاشوراء أمام 30,000 ذئب، ذئب كما وصفهم الحسين، قال: كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات، يعني ذئاب الصحراء بين النواويس وكربلاء. ذئاب الصحراء، ذئاب المدينة أرحم، الإمام الحسين وصفهم بذئاب الصحراء. فوقف الإمام الحسين بأبي وأمي، شنو كان يصيح؟ ألا من ناصر ينصرنا؟ تلبالك هذا النداء. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه كان يقول لهذول حقيقة، ليش التركيز؟ كم مرة الإمام الحسين بأبي وأمي كان يركب الفرس ماله وهو باب الخيمة وهو يتمشى يصيح: ألا من ناصر ينصرنا؟ شوف سبحان الله، الإمام الحسين أمام 30,000 ذئب جايين يقتلوه ويمزقون جسده يصيح: ألا من ناصر ينصرنا؟ لكن شوف أنت صدى ذلك الصوت، كما أن إبراهيم نادى هلموا إلى الحج، والناس إلى اليوم يذهبون إلى مكة وينادون لبيك اللهم لبيك، كذلك الحسين وقف في عرصة كربلاء ونادى: ألا من ناصر ينصرنا؟ وصدى ذلك الصوت إلى اليوم، ملايين البشر تتوجه إلى كربلاء وهم ينادون: لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. ملايين البشر يذهبون إلى كربلاء وهم ينادون: لبيك يا حسين. اكو بعد حقيقه، اكو بعد شيء اخر ممكن احنا نس، يعني شنو تريد تفسر انت هاي الملايين التي تذهب الى كذا؟ شو تريد تفسر؟
هي هو صدى ذلك الصوت حقيقة، صدى لذلك الصوت، لأن قضية الحسين مو قضية بنيت على أسس مادية أبداً، لا والله، لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا ظالماً ولا مفسداً، ولكني خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. هاي كانت رسالة الحسين. أعزائي، جابر إذن رضوان الله عليه حينما جاء لزيارة الإمام الحسين، جابر لم يكن شخصية عادية، واحد. اثنين، كل ما فعل جابر أصبح سنة في زيارة الإمام الحسين، لأن مستحب اليوم للزائر في كتاب، أي كتاب عن الزيارة، أقرأ المقدمات مالتك. شنو المستحب في الزيارات؟ إذا سألنا الأئمة تجينا الروايات، مستحب أن يغتسل الإنسان قبل الذهاب إلى الزيارة، مستحب أن يلبس ثياب جديدة أو نظيفة ويذهب إلى الزيارة، مستحب أن يدير على جسده شيء من الصعط العطر لاحظ ويذهب إلى زيارة الحسين، وأيضا مستحب أن الإنسان يكون حافي في زيارته إلى الإمام الحسين. هذا ما فعله جابر كله. جابر كما يقول عطية العوفي هو اللي نقل تفاصيل القضية. يقول جابر وصل إلى نهر الفرات، اغتسل، ثم اتزر بإزار، ثم بآخر، ثم بعد ذلك أخرج صرة فيها صعط نثره على بدنه، زين، ومشى حافيا إلى القبر ويا من ويا عطية، لما يشوف إلى أن وصل قريب القبر، قال يا عطية ألمسني القبر. هذا لازم سبيله حقيقة. أنا ما أدري يعني جابر بن عبد الله الأنصاري ما قدر يتحمل لما وصل إلى قبر الإمام الحسين، سقط غشيا عليه. ما أدري زينب العبد شنو سوت إلى حينما وصلت إلى كربلاء حقيقة. لذلك حينما وصل إلى القبر قال يا عطية ألمسني القبر، يقول فألمسته القبر، بمجرد أن لمس القبر سقط مغشيا عليه. حينما أفاق نادى بأعلى صوته يا حسين، ثم نادى ثانية يا حسين، ثم نادى ثالثة يا حسين، وأنا لك بالجواب، وقد شطحت أثباجك عن أوداجك وفرق بين رأسك وبدنك، أشهد أنك ابن خاتم النبيين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء حليف التقى سليل الهدى خامس أصحاب الكساء، وما لك لا تكون كذلك وقد غذتك كف سيد المرسلين، ورضعت من ثدي الإيمان وفطمت بالإسلام، ثم بعد ذلك أجال ببصره وقال السلام على الأجساد التي دفنت بجوار الحسين، وناصرت ودافعت عن الحسين، بينما هم في هذه الحالة وإذا بسواد مقبل من جهة الشام. يقول عطية قلت له جابر أرى سواد مقبل من جهة الشام، قال دز العبد مالتنا خلي يشوف، إن كان عبيد الله بن زياد نختبئ، وإن كان سيدي ومولاي زين العابدين فلنقم لاستقباله. يقول ذهب هذا العبد ما هي لحظات حتى رجع وقال يا جابر قم واستقبل حرم رسول الله، هذا سيدي ومولاي زين العابدين قد أقبل مع عماته وأخواته. الله أكبر، ركض جابر يهرول وين إلى أن وصل إلى الإمام زين العابدين. نظر إليه الإمام قال جابر هذا، قال فداك جابر، قال يا جابر هنا قتلوا
الحسين. كل مرة بعد أخذت تتذكر ابنها تتذكر علي الأكبر، تلك تتذكر جاسم. يا ابني أفك القبر بيدي وانظر لعد حالتي وليدي عزيزي علي وهلال. عيدي يا ابن أرض أفك قبر النمت بيه. هاي رملة تخاطب ابنها. يا ابن أرض أفك قبر النمت بيه وبي كردك الفا وبيك حاجي. يا قبر جاسم عينك عليه ما يحمل ابني وخاف تاذي. ثم زينب اخذت تنظر يمينا شمالا، التفت الامام زين العابدين اليها قال عما انا اعرف عمن تبحثين؟ قالت بلى دلني على قبر ابني والدي. انا رايح العباس اجعده واقل الحرم صارت بشده. انا رايح العباس اجعده واركب جفوفه فوق الزنده واقل الحرم صارت بشده. تقوم من قبر إلى آخر إلى أن بقيوا ثلاثة أيام. بعد ذلك إجى الإمام زين العابدين إلى زينب قال عم علينا بالمسير. قالت بني إلى أين؟ قال إلى المدينة. قالت عم ومن بقي لي في المدينة؟ العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. نسألك اللهم وندعوك بحق محمد وآل محمد، عجل في فرج مولانا صاحب الأمر والزمان، وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، اجعل عواقب أمورنا خيرة، ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. السادة الحضور الأخوات الكريمات، اللهم احفظهم جميعا واقضي حوائجهم إلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. منازل التنزيل قفر بلقع والدين قوض أهله فمحله دثر وشتت شمله المتجمع. لله أقمار أفل بكربلا ولها بيثرب والمحصب مطلع. أنست بهم أرض الطفوف وأوحشت هربات يثرب والمقام الأرفع. طف بي على مغنى الطفوف وقل له مستعبرا أعلمت من بك مودع؟ فيك الإمام أبو الأئمة والذي هو للنبوة والإمامة مجمع. تربته الشفاء وتحت قبته الدعاء من كل داع يسمع. فيك الذي أشجى البتول ونجلها وله النبي وصنوه
متفجع فحياة أصحاب الكساء حياته وبيوم مصرعه جميعا صرعوا ما أحدث الحدثان خطبا فاضعا إلا وخطب السبط منه أفضع ودمه يباح ورأسه فوق الرماح وشلوه بشب الصفاح موزع له في لآلك كلما دمعت لها عين بأطراف السنة تقرع تدمى جوانبها وتضرم فوقها أبياتها ويماط عنها الملفع. يقول السيد ابن طاووس: وتسابق القوم على نهب بيوت آل الرسول وقرة عين الزهراء البتول، فخرجن بنات رسول الله وحريمه يتساعدن على البكاء ويندبن فراق الحماة والأحبة. قال حميد بن مسلم: ورأيت امرأة من بني بكر بن وائل كانت مع زوجها في أصحاب عمر بن سعد، فلما رأت القوم قد اقتحموا على نساء الحسين في فسطاطهن وهم يسلبوهن أخذت سيفا وأقبلت نحو الفسطاط وقالت: يا آل بكر بن وائل، أتسلب بنات رسول الله؟ لا حكم إلا لله، يا لثارات رسول الله. فأخذها زوجها وردها إلى رحله، ثم أخرجوا النساء من الخيام وأشعلوا فيها النار، فخرجن حواسر مسلمات حافيات باكيات، فقلن للأعداء: بحق الله إلا ما مررتم بنا على مصرع الحسين فمروا بهن على المصارع. فلما نظرت النسوة إلى القتلى صحنا وضربنا وجوههن. يقول الراوي: فوالله لا أنسى زينب، لا أنسى زينب ابنة علي وهي تندب أخاها الحسين وتنادي بصوت حزين وقلب كئيب: يا جداه، يا محمد، صلى عليك ملائكة السماء، هذا حسين مرمل بالدماء، مقطع الأعضاء، مسلوب العمامة والرداء، وبناتك سبايا إلى الله المشتكى وإلى محمد المصطفى وإلى علي المرتضى وإلى فاطمة الزهراء وإلى حمزة سيد الشهداء. ومحمدا، هذا حسين محزوز الرأس من القفا بأبي من أضحى معسكره في يوم الاثنين نهبا، بأبي من فسطاطه مقطع العرى، بأبي من لا غائب فيرتجى ولا جريح فيداوى، بأبي من ردت الشمس له حتى صلى فأبكت والله كل عدو وصديق. ثم إن سكينة سالت من عمتها: لمن تخاطبين؟ فأجابتها: أخاطب أباك الحسين. فألقت بنفسها من محملها إلى جسد أبيها واعتنقت جثته، فأبكت جميع الأعداء. فقال ابن سعد: نحوها عن جسد أبيها. فاجتمع عليها عدة
من الأعراب حتى جروها من جسد أبيها، فقامت والدموع جارية. ثم إن عمر بن سعد بعده أن بعث برأس الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء مع خول بن يزيد الأصبحي وحميد بن مسلم إلى عبيد الله بن زياد، وأمر برؤوس الباقين من أصحابه وأهل بيته فقطعت، وسرح بها مع شمر بن ذي الجوشن وقيس بن الأشعث وعمر بن الحجاج، فأقبلوا حتى قدموا إلى الكوفة. ثم سار ابن سعد بمن تخلف من عيال الحسين وحمل نساءه على أحلاس أقطاب الجمال، وهن ودائع الأنبياء، وساقوهن كما يساق سبي الترك والروم في أشد المصائب والهموم. وروي أن رؤوس أصحاب أبي عبد الله الحسين كانت 78 رأسا، فاقتسمتها القبائل لتتقرب إلى ابن زياد وإلى يزيد. فجاءت كندة ب13 رأسا وصاحبهم قيس بن الأشعث، وجاءت هوازن ب12 رأسا وصاحبهم شمر بن ذي الجوشن، وجاءت تميم ب17 رأسا، وجاءت بنو أسد ب16 رأسا، وجاءت مضحج ب7 رؤوس، وجاء سائر الناس ب13 رأسا. ولما فصل ابن سعد عن كربلاء خرج قوم من بني أسد وصلوا على تلك الجثث الطواهر زواكي ودفنوها على ما هي الآن عليه. وسار ابن سعد بالسبايا المشار إليهم، فلما قاربوا الكوفة اجتمع أهلها للنظر إليهم، فأشرفت امرأة من الكوفيات وقالت: من أي الأسارى أنتن؟ فأجابتها بنات علي: نحن أسارى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنزلت من سطحها فجمعت لهن ملأ وأزر ومقانع وأعطتهن، وقد غصت الطرقات في وجوه أهل البيت، فجعل أهل الكوفة ينوحون ويبكون. فقال علي بن الحسين عليه السلام: أتنوحون وتبكون من أجلنا؟ فمن الذي قتلنا؟ قال بشير بن خزيم الأسدي: ونظرت إلى زينب ابنة علي عليه السلام يومئذ ولم أر خفرة أنطق منها كأنها تفرغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين، وقد أومأت إلى الناس أن اسكتوا فسكتوا، فارتدت الأنفاس وسكنت الأجراس. ثم قالت: الحمد لله والصلاة على أبي محمد وآله الطاهرين، أما بعد، يا أهل الكوفة، يا أهل الختل والغدر والمكر، أتبكون؟ فلا رقأت الدمع ولا هدأت الرن، إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، ألا وهل فيكم إلا الصلف النطف والصدر الشنف وملق الإماء وغمز الأعداء، أو كمرعا على دمنة أو كفضة على ملحودة، ألا ساء ما قدمت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون؟ أتبكون وتنوحون؟
اي والله فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا فلقد ذهبتم بعارها وشنائها ولم ترحضوها بغسل بعدها ابدا وانى ترحضون قتل سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة وسيد شباب أهل الجنة وملاذ حيرتكم ومفزع نازلتكم ومنار حجتكم ومدرة ألسنتكم ألا ساء ما تزرون وبعدا لكم وسحقا فلقد خاب السعي وتبت الأيدي وخسرت الصفقة وبؤتم بغضب من الله وضربت عليكم الذلة والمسكنة ويلكم يا أهل الكوفة أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم وأي دم له سفكتم وأي حرمة له انتهكتم وأي كريمة له أبرزتم لقد جئتم بها صلعاء عنقاء سوءاء فقماء خرقاء شوهاء كطلاع الأرض وملء السماء أفعجبتم أن مطرت السماء دما ولعذاب الله أخزى وأنتم لا تنصرون فلا يستخفنكم المهل فأنه لا يحفزه البدار ولا يخاف فوت الثار وإن ربكم لبالمرصاد فرأيت الناس حيارى يبكون وقد وضعوا أيديهم في أفواههم ورأيت شيخا إلى جنبي يبكي قد بل لحيته بدموع عيني ويقول وهو يقول بأبي أنتم وأمي شبابكم خير الشباب وكهولكم خير الكهول ونساؤكم خير النساء ونسلكم خير نسل لا يخزي ولا يبزي وخطبت بعدها فاطمة الصغرى بنت الحسين عليه السلام وكان لها من العمر 11 سنة فأبكت جميع من حضر فقالت الحمد لله عدد الرمل والحصى وزنة العرش والثرى أحمده وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن أولاده ذبحوا بشط الفرات من غير ذحل ولا تراث اللهم إني أعوذ بك أن أفتري عليك الكذب أو أن أقول عليك خلاف ما أنزلت عليه من أخذ العهود لوصية علي بن أبي طالب المسلوب حقه المقتول من غير ذنب كما قتل ولده بالأمس في بيت من بيوت الله فيه معشر مسلمة بألسنتهم تعسى لرؤوسهم ما دفعت عنه ضيما في حياته ولا عند مماته حتى قبضته إليك محمود النقيب طيب العريك معروف المناقب مشهور المذاهب لم تأخذه اللهم فيك لومة لائم ولا عذل عاذل هديته اللهم للإسلام صغيرا وحمدت مناقبه كبيرا ولم يزل ناصحا لك ولرسولك حتى قبضته إليك زاهدا في الدنيا غير حريص عليها راغبا في الآخرة مجاهدا لك في سبيلك رضيته فاخترته فهديته إلى صراط مستقيم أما بعد يا أهل
يا أهل المكر والغدر والخيلاء، فإنا أهل بيت ابتلانا الله بكم وابتلاكم بنا، فجعل بلاءنا حسنا وجعل علمه عندنا وفهمه لدينا، فنحن عيبة علمه ووعاء فهمه وحكمته وحجته على الأرض في بلاده لعباده، وأكرمنا الله بكرامته وفضلنا بنبيه محمد صلى الله عليه وآله على كثير ممن خلق تفضيلا بينا، فكذبتمونا وكفرتمونا ورأيتم قتالنا حلالا وأموالنا نهبا، كأننا أولاد ترك أو كابل، كما قتلتم جدنا بالأمس وسيوفكم تقطر من دمائنا أهل البيت لحقد متقدم، قرت لذلك عيونكم وفرحت قلوبكم افتراء على الله ومكرا مكرتم، والله خير الماكرين، فلا تدعونكم أنفسكم إلى الجدل بما أصبتم من دمائنا ونالت أيديكم من أموالنا، فإنما أصابنا من المصائب الجليلة والرزايا العظيمة في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور، تبا لكم فانتظروا اللعنة والعذاب، فكأن قد حل بكم وتواترت من السماء نقماتم، فيسحتكم بعذاب ويذيق بعضكم بأس بعض، ثم تخلدون في العذاب الأليم يوم القيامة بما ظلمتمونا، ألا لعنة الله على الظالمين. ويلكم، أتدرون أي يد طاعة أدنى منكم، ويلكم أتدرون أي يد طاعة أدنى منكم، وأية نفس نزعت إلى قتالنا، أم بأية رجل مشيتم إلينا تبغون محاربتنا، قست والله قلوبكم وغلظت أكبادكم وطبع على أفئدتكم وختم على سمعكم وبصركم، وسول لكم الشيطان وأملى لكم، وجعل على بصركم غشاوة فأنتم لا تهتدون، فتبا لكم يا أهل الكوفة أي تراث لرسول الله قبلكم وذحول له لديكم بما غدرتم بأخيه علي بن أبي طالب عليه السلام جدي وبنيه وعترته الطيبين الأخيار، وافتخر بذلك مفتخركم بفيك أيها القائل الكثكب الأثلب، افتخرت بقتل قوم زكاهم الله وطهرهم تطهيرا وأذهب عنهم الرجس، فأكظم وقعي كما أقعى أبوك، فإنما لكل امرئ ما احتسب وما قدمت يداه، فارتفعت الأصوات بالبكاء والنحيب وقالوا حسبك يا ابنة الطيبين، فقد أحرقت قلوبنا وأنضيت نحورنا وأضرمت أجوافنا، فسكتت وخطبت أم كلثوم بنت علي عليه السلام في ذلك اليوم من وراء كلتها رافعة صوتها بالبكاء، فقالت يا أهل الكوفة سوءة لكم
ما لكم خذلتم حسينا وقتلتموه وانتهبتم أمواله وورثتموه وسبيتم نساءه ونكثتموه فتبا لكم وسحقا ويلكم أتدرون أي دوات دهتكم أي داهية دهتكم وأي وزر على ظهوركم حملتم وأي دماء سفكتموها وأي كريمة أصبتموها وأي صبية سلبتموها وأي أموال انتهبتموها قتلتم خير رجالات بعد النبي ونزعت الرحمة من قلوبكم ألا إن حزب الله هم الغالبون وحزب الشيطان هم الخاسرون فضج الناس بالبكاء والنحيب ووضعنا التراب على رؤوسهن وخمشن وجوههم ولطمن خدودهن ودعونا بالويل والثبور وبكى الرجال فلم ير باك وباكية أكثر من ذلك اليوم ثم إن زين العابدين عليه السلام أومأ إلى الناس أن اسكتوا فسكتوا فقام قائما فحمد الله وأثنى عليه وذكر النبي بما هو أهله فصلى عليه ثم قال أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي أنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنا المذبوح أنا ابن المذبوح بشط الفرات من غير ذحل ولا تراب أنا ابن من انتهكت حرمته وسلبت نعمته وانتهب ماله وسبي عياله أنا ابن من قتل صبرا وكفى بذلك فخرا أيها الناس ناشدتكم الله هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق والبيعة وقاتلتموه وخذلتموه فتبا لما قدمتم لأنفسكم وسوءة لرأيكم بأية عين تنظرون إلى رسول الله غدا إذ يقول لكم قتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي فقالوا بأجمعهم نحن كلنا يا ابن رسول الله سامعون مطيعون حافظون لذمامك غير زاهدين فيك ولا راغبين عنك فمرنا بأمرك يرحمك الله فإنا حرب لحربك وسلم لسلمك ثم قال عليه السلام هيهات هيهات أيتها الغدرة المدرة حيل بينكم وبين شهوات أنفسكم أتريدون أن تأتوا إلي كما أتيتم إلى أبي من قبل كلا ورب الراقصات فإن الجرح لما يندمل قتل أبي صلوات الله عليه بالأمس وأهل بيته معه ولم ينسني ثكل رسول الله صلى الله عليه وآله وثكل أبي وبني أبي وجده والله وجده والله بين لهاتي ومرارته بين حناجري وحلقي وغصصه تجري في فراش صدري ومسألتي أن تكونوا لا لنا ولا علينا ثم قال عليه السلام رضينا منكم رأسا برأس فلا لنا ولا علينا قال الراوي ثم إن ابن زياد جلس في القصر
وأذن للناس إذنا عاما وأذن للناس إذنا عاما وجيء برأس الحسين عليه السلام فوضع بين يديه فجعل ينظر إليه ويتبسم وكان في يده سوط فجعل يضرب ثناياه ويقول إنه كان حسن الثغر ثم قال لقد أسرع الشيب إليك يا أبا عبد الله يوم بيوم بدر وكان عنده أنس بن مالك فبكى وقال كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وآله وكان مخضوبا بالوسمة وكان إلى جانبه زيد بن أرقم صاحب رسول الله وهو شيخ كبير فلما رآه يضرب ثناياه فقال له ارفع صوتك عن هاتين الشفتين فوالله الذي لا إله غيره لقد رأيت شفتي رسول الله ما لا أحصيه كثرة يقبلهما ثم انتحب باكيا فقال له ابن زياد أبكى الله عينيك أتبكي لفتح الله لولا أنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك لضربت عنقك ثم قام زيد بن أرقم وقال يا أهل الكوفة أنتم العبيد بعد اليوم قتلتم ابن فاطمة وأمرتم ابن مرجان والله ليقتلن خياركم وليستعبدن شراركم فبعدا لمن رضي بالذل والعار ثم قال يا ابن زياد لأحدثنك حديثا أغلظ عليك من هذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله أقعد الحسن عليه السلام على فخذه اليمنى وحسينا عليه السلام على فخذه اليسرى ثم وضع يده على يافوخيهما ثم قال اللهم إني أستودعك إياهما وصالح المؤمنين فكيف كانت وديعة رسول الله عندك يا ابن زياد وأدخل نساء الحسين عليه السلام وصبيانه إلى مجلس ابن زياد فجلست زينب بنت علي عليه السلام متنكرة فسأل عنها فقيل هذه زينب بنت علي فأقبل عليها وقال الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب حدوثتكم فقالت زينب الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وطهرنا من الرجس تطهيرا إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا يا عدو الله فقال ابن زياد كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك فقالت ما رأيت إلا جميلا هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم وسوف يجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم فانظر لمن الفلج يومئذ ثكلتك أمك يا ابن مرجان فقال الراوي فغضب ابن زياد وكأنه هم بها فقال له عمرو بن حريث إنها امرأة والمرأة لا تؤاخذ بشيء من منطقها فقال ابن زياد لقد شفى الله قلبي من طاغيتك الحسين والعصاة المردة من أهل بيتك
فقالت لعمري لعمري لقد قتلت كهلي وقطعت فرعي واجتثثت أصلي، فإن كان هذا شفاك فقد اشتفيت. فقال ابن زياد هذه سجاعة، ولعمري لقد كان أبوها شاعرا سجاعا. فقالت يا ابن زياد ما للمرأة والسجاعة، إن لي عن السجاعة لشغلا، ولكن نفث صدري بما قلت. ثم التفت ابن زياد إلى علي بن الحسين عليهما السلام فقال من هذا؟ فقيل علي بن الحسين. فقال أليس قد قتل الله عليا؟ فقال علي عليه السلام كان لي أخ يقال له علي قد قتله الناس. فقال بل قتله الله. فقال علي عليه السلام الله يتوفى الأنفس حين موتها، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فقال ابن زياد وبك جرأة على رد جوابي، خذوه فاضربوا عنقه. فسمعت عمته زينب فتعلقت به وقالت يا ابن زياد حسبك من دمائنا، إنك لم تبق منا أحدا، فإن كنت قد عزمت على قتله فاقتلني قبله. فقال علي بن الحسين عليه السلام لعمته اسكتي يا عم حتى أكلمه. ثم أقبل على ابن زياد وقال أبي القتل تهددني يا ابن زياد؟ أما علمت أن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة؟ ثم أمر ابن زياد بعلي بن الحسين فحمل إلى دار إلى جنب المسجد. فقالت زينب بنت علي لا تدخلن علينا عربية إلا أم ولد أو مملوكة، فإنهن سبين كما سبينا. ثم أمر ابن زياد برأس الحسين فطيف به في سكك الكوفة وشوارعها. ثم إن ابن زياد صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال في بعض كلامه الحمد لله الذي أظهر الحق وأهله ونصر الأمير يزيد وحزبه وقتل. فما زاد على هذا الكلام شيئا حتى قام إليه عبد الله ابن عفيف الأزدي، وكان من خيار الشيعة وزهادها، وكانت عينه اليسرى قد ذهبت يوم الجمل والأخرى في يوم صفين، وكان يلازم المسجد الأعظم يصلي فيه إلى الليل. فقال يا ابن مرجان إن الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك ومن استعملك وأبوه، يا عدو الله أتقتلون أبناء الأنبياء وتتكلمون بهذا الكلام على منابر المسلمين؟ فغضب ابن زياد وقال من هذا المتكلم؟ فقال أنا المتكلم يا عدو الله، أتقتل الذرية الطاهرة التي قد أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وتزعم أنك على دين الإسلام؟ وغوثاه أين أولاد المهاجرين والأنصار ينتقمون منك ومن طاغيتك اللعين ابن اللعين على لسان رسول رب العالمين؟ قال فازداد غضب ابن زياد حتى انتفخت أوداجه وقال علي به.
فتبادرت إليه الجلاوزة من كل ناحية ليأخذوه. فقامت الأشراف من الأزد من بني عمه فخلصوه من أيدي الجلاوزة وأخرجوه من باب المسجد وانطلقوا به إلى منزله. فقال ابن زياد: اذهبوا إلى هذا الأعمى أعمى الأزد، أعمى الله قلبه كما أعمى عينيه، فأتوني به. فانطلقوا إليه، فلما بلغ ذلك الأزد اجتمعوا واجتمعت معهم قبائل اليمن ليمنعوا صاحبهم. وبلغ ذلك ابن زياد فجمع قبائل مضر وضمهم إلى محمد بن الأشعث وأمره بقتال القوم، فاقتتلوا قتالا شديدا حتى قتل منهم جماعة. هذا ووصل أصحاب ابن زياد إلى دار عبد الله بن عفيف فكسروا الباب واقتحموا عليه، فصاحت ابنته: أتاك القوم من حيث تحذر؟ فقال: لا عليك، ناوليني سيفي. فناولته السيف فجعل يذب عن نفسه وهو يقول: أنا ابن ذي الفضل عفيف الطاهر، عفيف شيخي وابن أم عامري، كم دارع من جمعكم وحاسري، وبطل جدلته مغاوري. فجعلت ابنته تقول: يا أبتاه، ليتني كنت رجلا أقاتل بين يديك اليوم هؤلاء الفجر قاتل العترة البررة. وجعل القوم يدورون عليه من كل جانب وهو يذب عن نفسه، فلم يقدر عليه أحد. وكلما جاءوه من جهة قالت: يا أبتي، جاءوك من جهة كذا، حتى تكاثروا عليه وأحاطوا به. فقالت ابنته: واذ الله، يحاط بأبي وليس له ناصر يستعين به. فجعل يدير سيفه ويقول: أقسم لو يفسح لي عن بصري، ضاق عليكم موردي ومصدري. فما زالوا به حتى أخذوه، ثم حمل فأدخل على ابن زياد. فلما رآه قال: الحمد لله الذي أخزاك. فقال عبد الله بن عفيف: يا عدو الله، وبما أخزاني؟ فقال ابن زياد: يا عدو الله، ما تقول في عثمان؟ فقال: يا عبد بني علاج، يا ابن مرجانه، ما أنت وعثمان أساء أم أحسن، وأصلح أم أفسد؟ والله تبارك وتعالى ولي خلقه، يقضي بينهم وبين عثمان بالعدل والحق. ولكن سلني عن أبيك وعنك وعن يزيد وأبيه. فقال ابن زياد: والله سألتك عن شيء أو تذوق الموت غصة بعد غصة. فقال عبد الله بن عفيف: الحمد لله رب العالمين، أما إني قد كنت أسأل الله ربي أن يرزقني الشهادة من قبلي أن تلدك أمك، وسألت الله أن يجعل ذلك على يدي ألعن خلقه وأبغضهم إليه. فلما كف بصري يئست من الشهادة، والآن فالحمد لله الذي رزقنيها بعد اليأس منها، وعرفني الإجابة منه في قديم دعائي. فقال ابن زياد: اضربوا عنقه. فضرب عنقه وصلب في السبخة. قال الراوي:
وكتب عبيد الله بن زياد إلى يزيد بن معاوية يخبره بقتل الحسين عليه السلام وخبر أهل بيته. فلما وصل كتابه إلى يزيد ووقف عليه أعاد الجواب إليه يأمره بحمل رأس الحسين ورؤوس من قتل معه وحمل أطفاله ونساءه. اللهم تقبل منا هذا القليل، اللهم ارحمنا برحمتك، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على مشكور يا أخانا الكريم ومأجورين جميعا. وبقيت لنا فقرة قصيرة هي عبارة عن نظرة على موقف السيدة زينب عليه السلام، فهذا يومها ولا يحق لنا أن نمر بهذا اليوم بدون أن نتوقف عند السيدة زينب عليه السلام. ولدينا حوالي 20 دقيقة وسوف يختتم المجلس إن شاء الله. عندنا الأخت الفاضلة الكريمة السيدة أم نور الدين، السيدة أختنا حضرت أو جهزت موضوعا حول ما نفهمه من موقف السيدة زينب في خطبتها أما في مجلس يزيد، وهو الجزء الذي لم يصل إليه السيد أبو حسن. فلكي يكتمل أردنا أن نستمع شيئا من ذلك الموقف التاريخي العظيم للسيدة زينب بنت علي عليه السلام، فنستقبلها بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في البدء طبعا لم يكن لدي علم بمنهجية البرنامج لهذا اليوم، لذلك سوف أخذ مقتطفات أيضا، لأنه ما توقفت عند خطبة السيدة زينب عليه السلام في مجلس يزيد. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وجعلنا الله وإياكم من السائرين إلى الله في دربه إن شاء الله. حينما ردد الحسين عليه السلام كلمته وهو يقول: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كلمات رددها الحسين عليه السلام وهو يرسم منهجه إلى الله سبحانه وتعالى، كلمات رددتها زينب خلفه نفس الكلمات، وهي تسير على نفس المنهج، لأننا نتناول في هذا اليوم المنهج الرسالي للشخصية الرسالية التي تسير إلى الله، ومقاطع أو مقتطفات جدا قليلة. زينب عليها السلام حينما نتكلم عن الحسين دائما نقول أنه شكرا جزيلا أنه معصوم، ولذلك نتوقف ونعلق كل حاجاتنا وقناعاتنا وحججنا على هذه الشماعة. لكن إذا أردنا أن نأخذ غير المعصوم وهو حجة علينا التي هي زينب عليها السلام، نقول أن زينب عليها السلام أيضا تحملت هذه المسؤولية العظيمة مع أنها غير معصومة وليست من المعصومين 14. هذا يعني أن زينب حملت رسالة الحسين عليه السلام حملا وهما للمسؤولية الملقاة على عاتقها، قدمتها بأفضل شكل مع أنها غير معصومة. وهذا يدل إن دل على شيء يدل
بما أننا قلنا أنها غير معصومة يدل على أن الإنسان قد أودعه الله سبحانه وتعالى إمكانيات وطاقات وقدرات يمكنه أن يسير إلى الله سبحانه وتعالى حتى لو لم يكن معصوما، يستطيع بهذه الإمكانيات التي جعلها الله فيه أن يكون أمة. ولدينا نماذج كثيرة، أولها زينب والصحابة، صحابة الرسول عليهم أفضل الصلاة والسلام، وفي العصر الحديث الإمام الخميني والشهيد الصدر والشهيدة بنت الهدى وشهيدات كثيرة. إذن لا أعلق كل أموري على أنه هذا الإنسان معصوم ولا يمكنني أن أسير إلى الله بهذا السير الذي سار إليه، لا. لأن الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان فطرة. شوف إذا أريد نتناول النقاط اللي أعطاها، نقاط القوة ومراكز القوة في هذا الإنسان، أعطاه فطرة سليمة تدلله على وجود الله سبحانه وتعالى، أعطاه إمكانيات كثيرة منها العقل، على رأسها العقل. العقل هو الذي يعرف ويتبين من خلاله الحسن من القبيح، والله سبحانه وتعالى مهد له طريقين، وبالفطرة والعقل يتبين أيهما أي الطريق أصح. إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً، وإضافة إلى ذلك بعث له المنهج السليم عن طريق الأنبياء والرسل. إذن هذا يدلل على أن الإنسان بإمكانه أن يسير ويتكامل ويسمو إلى الله سبحانه وتعالى كما يسمو غيره. هناك سؤال قبل أن أبدأ، نقول لنذهب مع زينب عليها السلام لأنه هي صاحبة الواقع اليوم، نسير مع زينب عليها السلام ونستمد منها البطولة والشجاعة والمسؤولية، على رأسها المسؤولية. كيف أصبحت زينب بهذا الشكل الذي مكنها أن تحمل رسالة الحسين وأن تسير بها مع كل هذه الهموم والآلام والأحزان، لكنها استطاعت أن تقف أمام كل الظلم وتدحر الظلم وتقول للحق نعم وتقول للباطل كلا. نحن نريد أن نطرح هذا الواقع الزينبي على واقعنا اليوم، وخاصة أتمنى ولو النساء قليلات، أتمنى من أخواتي الكريمات أن يستفدن من ذلك. هناك سؤال يدور في ذهني حينما يأخذني الزمن مع زينب عليها السلام، أتساءل في ذلك العصر الجاهلي الذي حتى لو كانت الرسالة رسالة الرسول، حتى لو كانوا مسلمين، لكن عقول الناس لا تزال بها الجاهلية، ما استطاعوا أن يتخلصون إلا الصحابة الخلص استطاعوا أن يتخلصون من بقية الجاهلية. في ذلك الزمن الجاهلي كيف استطاعت زينب عليها السلام أن تقف هذه المواقف العظيمة، أن تقف بين الرجال وأن تتكلم ذلك الكلام، وكيف استطاعت أن تجابه زينب عليه السلام؟ قد نقول هل ارتجلت زينب مواقفها في ذلك الوقت؟ هل هي ارتجلت تلك المواقف ولم يكن لها سابقة؟ هل خططت زينب عليه السلام لأن تعمل كذا وتقول كذا في هذه المواقف؟ هل خططت مسبقاً؟ هل علمها الحسين عليه السلام كيف وماذا تقول وكيف تعمل؟ أم نقول لأن زينب هي بنت أمير المؤمنين وأمها الزهراء وهي من سلالة الرسول عليه الصلاة والسلام، لذلك كانت هذه الشخصية بهذه الصلابة وهذه القوة؟ لكن هناك الكثير من الشخصيات، هناك أولاد أنبياء، هناك أولاد أئمة قد انحرفوا، هذا يعني ليس هناك دليل على أنه لأنها بنت
فلان او فلان ولا دليل على انها ارتجلت المواقف. هذه كلها اذا جمعناها نعلم ان زينب هي كانت سائره بانيه هادفه عامله مسيطره على قواها، ارادتها اراده الهيه، لذلك تمكنت ان تقف في كل موقف جابها فجاه، واستطاعت ان تعمل بعمل ما يريده الله سبحانه وتعالى. اذا هذه القوه والصلابه كانت مبنيه مسبقا، هي بنتها في داخلها. زينب عليه السلام هذه الشخصيه الرساليه المسؤوله كانت هي البانيه، هي التي استمدت قوتها من الله سبحانه وتعالى وحملت هم الرساله. كثير من النساء للاسف الشديد على مر العصور نجد رجال مغيبين، رجال رساليين، لكننا نفتقد المرأة الرسالية إلا القليل بالنسبة للرجال، مع أنه الله سبحانه وتعالى خاطب المرأة والرجل في حمل الرسالة سواء، لكن للأسف الشديد المرأة بعيدة كل البعد عن هذه الرسالية. أنا لا أقول هذه الرسالية أنها تخرج فقط إلى الشارع وتخطب أو تلقي المحاضرات، لا، المرأة الرسالية هي الأم التي تبني وتخرج أجيال، هي الزوجة الصالحة التي تقف إلى جنب زوجها، هي هذه المرأة الرسالية. زينب عليه السلام حينما نرافقها نجد كل هذه الأمور فيها. هل تحملت زينب عليه السلام هم الرسالة حينما سقط الحسين؟ إذا استقرأنا شخصية زينب عليه السلام نقول كلا. زينب منذ الصغر وهي تبني نفسها خطوة خطوة، لكن إذا قيدنا الأمور منذ واقعة الطف وجدنا زينب قبل أن يسقط الحسين ليلة العاشر من المحرم هي تحمل هم الرسالة، ولذلك تخرج تتفقد، ولذلك هناك قول لها تقول: خرجت من خيمتي لأتفقد أخي وأنصاره. يعني هذا شنو دلالة؟ دلالة على هم رسالي، حس بالمسؤولية. ثم تقول هناك أيضا قول تخاطب الحسين عليه السلام تقول له: أخي هل استعلمت من أصحابك نياتهم؟ يعني شنو؟ هذا هم رسالي، تريد تغربل الوضع، تريد زينب تشوف الحسين على أي أرض يقف وأي قاعدة مع الحسين عليه السلام، هذا الهم الرسالي. لذلك زينب عليه السلام كانت تحمل الرسالة، تترقب، وحتى في يوم المعركة هي تترقب وترعى النساء وترعى الأطفال وترعى علي المريض، تحمل هم المسؤولية بكل كيانها. فحينما يسقط الحسين زينب عليه السلام المسؤولة أيضا تذهب بمسؤوليتها إلى الإمام زين العابدين. هذه المسؤولية التي تحملها زينب تدلل على أن الإنسان كلما كان مسؤولا كلما كان منقادا للقيادة الصالحة، للقيادة الحقيقية. مو معناها أنه أنا مسؤول يعني أخرج من القيادة من تحت رقابة القيادة الصحيحة، لا، كلما كان حس المسؤولية في داخل الإنسان الرسالي كبير كلما كان منقادا للرسالة الحقيقية. لذلك حينما سقط الحسين تذهب زينب إلى السجاد عليه السلام وتسأله كيف تعمل وما الوضع الذي يجب أن يحدده لها. في ليلة العاشر والآلام وثقل الأحزان والهموم والأطفال الأيتام والنساء الأرامل وكل ذلك لم يجعل زينب عليه السلام أن تؤدي الرسالة. حينما نامت العيون لم تنم عين زينب عليه السلام، خرجت تتخطى القتلى وتشق جيش الأعداء. شوف هم الرسالة، الإنسان يريد يوصل رسالة حتى لو كان هو في
أشد الحالات الحزينة هو يريد أن يؤدي رسالة لأن ارتباطه مع الله سبحانه وتعالى. لذلك زينب تخطت القتلى بصلابة وبين الأعداء جيش الأعداء وسيوفهم إلى أن وصلت إلى جسد الحسين عليه السلام. وقفت تنظر إليه، أطالت النظر إليه. الأعداء ينظرون ماذا ستفعل زينب. هناك رواية تقول رمقت بطرفها إلى السماء، وهناك رواية تقول مدت يديها تحت جسد الحسين عليه السلام ورفعته وقالت قول الرسالي المسؤول: اللهم تقبل منا هذا القربان. هاي رسالة وصلتها زينب للعالم كله، لأعدائها أيضا. أرادت زينب أن تقول لهم أن هذا الذي قتلتموه هو أطهر إنسان على وجه الأرض. أرادت أن تقول لهم أن الذي قتلتموه هو ابن بنت نبيكم. أرادت أن تجعلهم على المحك، تبين لهم أين الصواب وأين الخطأ. زينب أرادت أن تبين أنها صاحبة رسالة عالمية. زينب أرادت أن تبين للأعداء أنكم لطختم دماء أيديكم دماء زكية وسوف لا تزول هذه الدماء. زينب عليه السلام أرادت أن تقول نحن أقوى منكم، وإن كنتم مدججين بالسلاح لكننا أقوى منكم، لأن قوتنا من قوة الله سبحانه وتعالى. زينب أرادت أن تقول أن هذا الجسد الذي قتلتموه، هذا الشخص صاحب هذا الجسد الذي قتلتموه هو باقي حي لا يموت. هذه الرسالة التي أدتها زينب عليها السلام. وتخرج زينب مع الأعداء، تخرج زينب مدرسة نير وسط الجاهلية، وسط ظلام الجاهلية، لتبين للأعداء وتنشر رسالة الحسين التي هي الرسالة الإلهية. وكما ذكر الأخ في المقتل حينما تخاطب أهل الكوفة تقول لهم إنما مثلكم كمثل التي أنقذت غزلها من بعد قوة أنكاث، يعني عملكم كله هباء. لأنه هناك في القرآن الكريم، هذا مثل في القرآن الكريم استفادت منه زينب عليه السلام. هذا المثل يقول الروايات التي يأتي بها المفسرون يقولون أن هذا المثل هو لإمرأة حمقاء من بني قريش كانت تغزل الغزل، يعني مجموعة صوف وتأخذ الخيط وتبرم به تغزل، لكن من الصباح إلى أن وسط النهار تقريبا هي وبناتها، إلى أن يصير وسط النهار تأمرهم أن يفتحون هذا البرم، هذا البرم يفتحوه كأنما هي تغزل حتى تنسج ثوب، لكن من بعد ذلك هي تنقض هذا النسج. كأنما الله سبحانه وتعالى شبه هذا المثل بالقوم الناقضي العهد، فلذلك زينب تذكرهم لأنهم هم اللي طلبوا من الحسين أن يأتي ثم نقضوا عهدهم. القوم الذي تتخذون إيمانكم دخلا بينكم كانوا يحلفون بالوفاء بالعهد لكن يضمرون الخيانة في داخلهم. هذه زينب عليه السلام حينما تدخل مجلس الشامت المغرور ابن زياد، أنا لا أريد أن أذكر الخطبة، لكن الكلمة الشجاعة اللي ذكرتها زينب عليه السلام اللي ما يتمكن حتى الرجل ما يتمكن، هذه تحتاج إلى صلابة رسالي، إنسان رسالي سواء كان رجل أو امرأة يتمكن أن يقولها. حينما تقول له ثكلتك أمك يا ابن مرجان، يعني إنسان هو أسير ويشتم هذا الظالم السلطان أو الوالي أو كذا، هذه الشجاعة التي كانت عند زينب عليه السلام. في مجلس يزيد أيضا تقول يزيد أظننت يا يزيد، هذا يزيد الذي تخاف منه الرجال وتخاف منه النساء ويهربون منه، لكن زينب بصلابة وشجاعة تقف وتقول أظننت يا يزيد حين أخذت علينا أقطار الأرض
وضيقت علينا آفاق السماء أن بنا من الله هوانا وعليك منه كرامة. تصور أنه أنت يعني عندك كرامة عند الله حينما عملت هذا الأمر وكأن الانتصار الظاهري لك. لا، ثم تقول له، تخطب الخطبة الطويلة ثم تقول له: فمهلا مهلا لا تطش جهلا. أنا سيت قول الله تعالى حينما يقول: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. هذه زينب. ثم تشتمه أيضا كما شتمت ابن زياد، تشتمه وتذكره بأجداده يا ابن الطلقاء. هذه زينب، هذه الشجاعة التي يجب أن تكون عند الإنسان الرسالي. قوة زينب وشجاعته هو اللي جعل الحسين يختار زينب. الحسين عليه السلام ما اختار زينب اعتباطا، ما اختارها قائدة لأن تكمل مسير الثورة، لا، اختارها لأنه زينب كانت بانية رسالية هادفة عاملة، يعلم أنها تحمل المسؤولية. هكذا اختارها زينب. وكذلك حفاظا على امتداد الإمامة كي لا يقتل الإمام زين العابدين إذا تصدى هو. الشيء الثاني، الحسين عليه السلام كان يعرف أن المرأة، أن زينب المرأة وتفانيها في الله، يعني معناه أنه المرأة إذا تفانت في الله تكون في التبليغ جدا قوية. ليش؟ لأنه لديها عاطفة جياشة وعندها حب وحنان إضافة إلى الرسالة. لذلك الإنسان، المرأة الرسالية تستطيع أن تبلغ وتستطيع أن تبني أسرة. إذا بدأنا من الأسرة، تستطيع أن تبني أسرة قوية جدا. فلذلك علينا أن نبني المرأة، أن لا نهمل المرأة، لأن المرأة هي الجانب الكبير. إذا هي كانت نصف هي الكل، لأنه هي نصف ومن جانب هي كل، لأن هي التي تبني وتخرج الرجال. فإذا أردنا أن نبني جيلا جيدا بناء هادفا، علينا أن نبني المرأة. بناء الإنسان مو شيء سهل. بنائي لنفسي ليس بالشيء السهل، وكلكم تعلمون كيف قال الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام حينما جاءت الكتيبة أو الجماعة من القتال، قتال العدو: مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. ليس نص الحديث ولكن مضمون الحديث أنا أذكره. الجهاد الأصغر حينما يسألونه: يا رسول الله، ما الجهاد الأكبر؟ يقول: جهاد هذا النفس، النفس الأمارة بالسوء. هذه النفس يجب أن أجاهدها لكي أبني حقيقة يريدها الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان يريده أن يستخلفه على الأرض ويعمر الأرض، لكن للأسف الشديد نحن حينما نستيقظ في الصباح لا نعلم ما هو الهدف وما الذي يجب أن نعمله. نصلي، نصوم، نعمل هاي الأمور، لكنها كلها جافة جفاء، خالية من الروح التي تبني الإنسان. لذلك على الإنسان أن يعرف كيف يبني نفسه. الشخصية الرسالية هي الشخصية الوحيدة التي تحقق خلافة الله على الأرض، سواء كانت امرأة أو رجل. هي الشخصية الوحيدة التي تبني الأرض، هي الشخصية الوحيدة التي تستطيع أن تكون مسؤولة حقيقة. لكي نبني شخصية رسالية، علينا أولاً أن نعي أن الرسالة الإسلامية هي قوة كبيرة وفيها كل شيء نستطيع أن نستمد منه، هي الينبوع الأصيل لبناء أنفسنا. لكن للأسف الشديد نجد الكثيرين من الناس وخاصة الأمهات يروحون إلى بعض الكتب، يبحثون بالكتب عن كيفية تربية الطفل. وتربية الطفل في الإسلام قوة
لا تضاهيها القوة. أن نبدأ في الخطوات الأولى بأن أجعل لنفسي وقتاً أنا أخاطب المرأة وأخاطب الرجل أيضاً، أنا أجعل نفسي وقتاً للتفكر لكي أعيد حساباتي. أنا أريد أن أكون شخصية بانية وشخصية رسالية كزينب عليها السلام، علي أن أجعل لنفسي ولو ساعة اليوم ولو نص ساعة اليوم أنا أعيد حساباتي في أي مكان. أنا هل أنا سائر إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل أنا سائر إلى الله سبحانه وتعالى أم لا أزال أقف في مكاني؟ أن أعيد صياغة الفكر. لماذا أقول الفكر؟ لأن الفكر هو الذي يحدد العمل، هو الذي يحدد السلوك، هو الذي يحدد الأخلاق، هو الذي يحدد كلامي. الفكر جدا مهم، علي أن أعيد صياغة هذا الفكر. في الختام علي أن أعرف إذا أنا إنسانة رسالية كيف تعاملي مع الآخرين، كيف تعاملي مع زوجي، مع زوجتي، مع أطفالي، مع جيراني، مع الآخرين كيف تعاملي، ثم كيف تعاملي مع الله سبحانه وتعالى الذي هو أساس العلاقة مع الآخرين. علاقتي بالله هذه العلاقة الأساسية التي تبني الشخصية الرسالية الحقيقية. كيف هي؟ هل هي علاقة صحيحة أم لا؟ أم هناك موروث كثير وعادات كثيرة إحنا نأخذها وندخلها بالإسلام ونتصور أنه هي من الإسلام؟ فإذا النعي أن في الختام النعي أن المرأة لها قدرة، ولذلك اختارها الحسين عليه السلام، اختار زينب. فلذلك علينا أن نساعد في بناء هذه القدرة، هذه الإنسانة التي تبني أجيال وأجيال. علينا أن نثقف أنفسنا ونثقف المرأة، علينا أن نطالب المراكز والحسينيات أن يستثمروا أيام المواسم التي تهيئ الإنسان لاستقبال العلم الإلهي، أن تختار هذه المراكز. طبعاً إحنا اللي نقدر أن نركز على المراكز، أن نطالب هذه المراكز باختيار شخصيات تستطيع أن توصل الكلمة الحقيقية إلى الجمهور. نحن لا نحتاج إلى شخص يرتقي المنبر ويقتل الحسين ثم ينزل. ماذا بنى؟ هذه المواسم البانية التي تبني الإنسان. الحسين بنى الإنسان، الحسين استشهد من أجل بناء الإنسان، من أجل الرسالة التي تبني الإنسان. إذا الخطيب يصعد ويرتقي المنبر ويأخذ من وقت الإنسان ثم يقتل الحسين وينزل، شنو استفاد الإنسان؟ فإذا علينا أن نركز على المراكز، كيف تختار الشخصيات الإسلامية التي تبني الإنسان وخاصة شبابنا. علينا أيضا أن نطالب المرجعيات، أن نطالب المرجعيات أن تحدد مفهوم القوامة، لأن مفهوم القوامة أخذ مفهوم جدا فضفاض ليس له حدود، أخذه البعض ليس الآخرين، أخذه وجعله مفهوم جدا فضفاض. لكن علينا أن نطالب المرجعية بتحديد ما هي القوامة، أن تحدد لنا القوامة ما هي، كيف يستطيع الرجل أن يتعامل مع المرأة. وأخيرا الحسين عليه السلام، أنا أخلص فقرات. الحسين عليه السلام الذي رافقته المرأة زينب عليه السلام كانت كلمته الأخيرة: تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. ورددتها زينب عليه السلام، ورددها الرسالي أيضا، وعلينا أن نرددها نحن أيضا. ولذلك يقول أحد العلماء: إذا لم نكن حسينيين، يعني لم نكن في ركب الشهادة الذين استشهدوا وكانوا حسينيين، علينا أن نكون زينبيين أو زينبيات، يعني من السائرين في الدرب الإلهي لكي نبني أمة إسلامية صحيحة ورسالة وشخصية إسلامية رسالية صحيحة.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا جزيلا أم نور الدين على هذه الإطلالة حول المسؤولية في ظل موقف السيدة زينب عليه السلام. بهذه المناسبة لا يسعنا إلا أن نجدد تعازينا لكم جميعا، وأن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الشعائر مناسبات للقاء وللتوحد وللعمل والانطلاق ولإحياء ذكرى أهل البيت عليهم السلام. نشكركم جميعا ونتمنى لقاءكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.